انسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في هذه الحصة من مجال الكيمياء الحيوية. الحصة هذه إن شاء الله نقدم لكم فيها درس القرائن. هذا الدرس إن شاء الله راح نحاول نبسط قد ما نقدر، لأنه تلاميذ كثير يقول لك مناش فاهمين القرائن. ان شاء الله من هذا ابتداء من هذه الحصه باذن الله ولا تلميذ راح يقول باللي مانيش فاهم القرائن. فقط تبعوا معنا مليح واسمعوني مليح واش راح نتكلم. كاين كلام نتكلموا وما نكتبوش، واللي نكتبوا واضح واضح. الان تبعوا معنا، راح ننطلقوا في ابسط قرينه، ولازم تعرفوا اول شيء ما هو دور القرائن. قبل ما نبدأ نتكلموا عن القرائن، الدور نتاعها هذه وهو معرفة جودة الزيوت. احنا كي يكون مثلا عندكم زيت الزيتون، باش نعرفوا جودة هذا الزيت لازم نحسبوا قرينة الحموضة، نشوفوا الحموضة نتاعو، يا هل ترى هذا الزيت صالح للاستعمال او لا. وشكون اللي يخلي هذا الزيت مش صالح؟ عنده عدة تأثيرات، من بينها الأكسدة، من بينها الحرارة، من بينها سوء التخزين الى اخره. كذلك باش نعرفوا جودة الزيت هذا بصفة عامة أو الزيوت بصفة عامة، بقرينة التصبن، بقرينة التصبن وقرينة الأستر وقرينة اليود. بهذا نعرفوا أنه جودة الزيت، هذا الزيت يا هل ترى صالح للاستعمال أو ذو جودة عالية أو لا. وهذه كيفاش نعرفوها؟ أنهم عندهم قيم ثابتة. مثلا احنا زيت الزيتون قرينة الحموضة نتاعو عنده قيمة ثابتة معينة، عنده مجال معين، مثلا يكون من قيمة الفلانية كما عندنا احنا دوك الآن. نسبة السكر في جسم الإنسان محصورة بين 0.7 غرام إلى 1.2، هذا هو نسبة السكر في الدم. نفس الشيء إذا خرج هذا السكر عن المجال، مثلا يولي عندك 0.5 أو 1.4 أو 2، معناها نقوله هذا الإنسان مريض، مريض بالسكر، يا يعني إما بارتفاع أو بانخفاض السكر. نفس الشيء هذه القرائن، باش تعرفوا ما هو دور القرائن، معناها باش نعرفوا يا هل ترى هذا الزيت أو هذه المادة الدهنية صالحة ولا فاسدة. واضح؟ إذن ننطلق على بركة الله في معرفة وطرق استخراج قوانين قرينة الحموضة، التصبن، الأستر واليود. نعلمكم كيفاش تخرجوا القوانين، ما تحفظوهمش. خطأ فادح أنه التلميذ يروح يحفظ قرينة الحموضة إلي آ تساوي هي الكتلة المولية تاع الكاواش اللي هي 56 في 10 قوة 3 نقسمها على الكتلة المولية تاع الأسيد جراس. تحفظ؟ ما تحفظش خويا. نعلمك كيفاش تخرج القانون، طريقة بسيطة، وانت راك تقني رياضي ولست تلميذ أدبي باش تحفظ القانون. ما تكونش خاطئ، انا مش نتكلم على زملائكم الادبيين، لا، وانما كاين اللي يحفظ لك القانون. احنا ما نتعلموش الحفظ، وانما نتعلموا العمل، كيفاش نخرج قانون. طريقه بسيطه وسهله. اول شيء نعرفه، لازم نعرف القانون تعريف. وش يقصد لك بقرينه الحموضه ايلي ا؟ هي عدد الميليغرامات، منين؟ من هيدروكسيد الميليغرام، قلناش الجرام، الميليغرام من هيدروكسيد البوتاسيوم كاواش. معناها احنا نعرفوا باللي الكتله الموليه نتاع الكاواش هي الجرام على المول، معناها نحولوا من الجرام الى الميليغرام، معناها واش نديروا؟ نضربوا في 10 قوه 3. اللازمه لتعديل، معناها رانا في التعديل. الاحماض الدهنيه الحره، وانا كتبتها لكم بلون مغاير وراح نسطر عليها هايك. الاحماض الدهنيه الحره الموجودة فاش؟ في 1 غرام.
الموجودة في 1 جرام. منين؟ من المادة الدهنية. معناها هي عدد المليغرامات من هيدروكسيد بوتاسيوم من الكواش اللازم لتعدي الأحماض الدهنية الحرة. ما قالكش اللي متشكل على شكل أستر، ما قالكش باللي هي عبارة عن اللي تشكلت لك على شكل مثلا ثنائي أو ثلاثي أو أحادي جليسيريد، وإنما قالك الأحماض الدهنية الحرة. معناها يكون عندك حمض البالميتيك أو الأوليك نفعله مع الكواش يعطي لك ملح الصابون زائد ماذا؟ زائد الماء. نقدر نحسبه لقرنة الحموضة. ما نقدرش نحسبه قرنة الحموضة لثلاثي جليسيريد أو ثنائي جليسيريد أو أحادي جليسيريد. معناها أول شيء واش نديره؟ نكتبه معادلة تفاعل التعديل. RCOH بصفة عامة زائد الكواش يعطي لك RCO موا K بلوس زائد الماء. الآن واش عندنا؟ عندنا 1 مول، عفوا نكتبه بالأسود أحسن، عندنا 1 مول منين؟ من الأسيد جراس الحمض الدهني. وش تعطي لك؟ تعطي لك 1 مول منين؟ من الكواش. واضح؟ معناها 1 مول من هذه أعطت لي 1 مول من هذه. نواصلوا. الآن الكتلة المولية نتاع من؟ نتاع الأسيد جراس تقابلها لك وشنو؟ الكتلة المولية نتاع من؟ نتاع الكواش. بصح واش قلنا؟ الكتلة المولية نتاع الكواش واش تساوي لك؟ تساوي لك 56، ونحولوها إلى الميليغرام معناها نضربوا فيها 10^3. هذه راهي حولت باش بالميليغرام. معايا؟ الموجودة في 1 جرام من المادة الدهنية، معناها 1 جرام من المادة الدهنية واش تعطي لك؟ تعطي لك إي لأ. الآن نستنتج إيه يستلزم لك؟ واش يستلزم؟ معناها إي لأ هنا واش تساوي لك؟ تساوي لك 1 جرام في 56 في 10^3 ونقسمه على الكتلة المولية تعمل تاع الأسيد جراس. معناها واش تساوي لك؟ 1 جرام بين قوسين في 56 في 10^3 ونقسمه على الكتلة المولية تعمل تاع الأسيد جراس. أسيد جراس كتلة المولية تحسبها بكل سهولة. هذا هو قانون أو عبارة قرينة الحموضة إيليئة. أي حمض دهني يقول لك ليكن لديك حمض البالميتيك يعطي لك الرمز تاعه أو الكتلة المولية تاعه، احسب قرينة حموضته. نخدم ونكتب المعادلة في البداية، تعديل الكواش مع من؟ مع هذاك الحمض البالميتيك أو الأوليك أو الأراشيدونيك إلى آخره من الحمض الدهني مشبع أو غير مشبع. بعد ذلك نكتب هذه العلاقة اللي هي 1 مول من الأسيد جراس تقابلك 1 مول كواش، الكتلة المولية تاع الأسيد جراس تقابلك الكتلة المولية تاع الكواش مضروبة في 10^3 لأننا حولناها إلى الميليغرام، 1 جرام تقابلك إيليئة. إذن إيليئة تساوي لك 1 جرام في 56 في 10^3 نقسمه على الكتلة المولية تاع الأسيد جراس. هذا هو تعريف ماذا؟ قرينة الحموضة. فهمتوا قرينة الحموضة ولا مازال؟ أي نشوفوا الآن قرينة التصبن. قرينة التصبن قراو مليح، نقراو مليح التعريف. رمزها أول شيء وهو إيليأس. رمز قرينة التصبن هو إيليأس. تعريفها هي عدد الميليغرامات، معناها رانا مزلنا كما التعريف تاع مقبيل، من هيدروكسيد البوتاسيوم كواش اللازمة لتعديل ماذا؟ الأحماض الدهنية الحرة. و شوفوا هو اللي كتبتها باللون مغاير، و ونسطر عليها باللون الأخضر، و وتصبن الأحماض الدهنية المتشكل على شكل أستر، المرتبط على شكل أستر. معناها و راكم تقني رياضي، وش معناها و؟ نذكركم في مردود تفاعل الأستر. خي قلنا مردود تفاعل الأستر ميمرة وش يساوي لك؟ يساوي لك عدد مولات تعمل النهائية أو المتشكل النهائية متشكل تعمل تاع الأستر على من؟ على عدد مولات الحمض أو قلنا أو الكحول.
مش معنى او، يا اما احنا لما نحسبوا عدد مولات ابتدائيا تاع الحمض مثلا نلقاوها 0.5، وعدد مولات تاع الكحول ابتدائيا نلقاوها 0.5، لقيناهم متساوي. اذا ندوا واحده منهم برك نحسبوا مثلا هذه 0.2 مثلا نقسموا على 0.5، ماشي نحسبوا على نقسموا على المجموع، لانها هنا واش عندكم؟ عندكم او. رياضيا كي تكون او نختاروا واحده منهم، بصح كي تكون و نديروا الجمع الزائد، معناها مثلا معناها نحسبوا نتاع الاحماض الدهنيه الحره وحدها، ونحسبوا تاع الاحماض الدهنيه المرتبطه على شكل اسر قادره تكون ثنائي جليسيريد او ثلاثي جليسيريد او احاد جليسيريد، ونجمعوهم مع بعضهم، معناها هي عمليه الجمع، معناها الي اسنا. واش يساوي لك؟ يساوي لك مثلا نقولوا بالنسبه للاحماض الدهنيه الحره، مقبل واش رمزنا لها؟ الخاصه بالاحماض الدهنيه الحره، هاليك ونرجعوا للتعريف، رمزنا الاحماض الحره رمزنا لها الي ا، معناها هي اي زائد مش هو المرتبطة على شكل أسر، أنا نرمز لها بإيلي أس فتحة، معناها نحسب تاع إيلي أ وحدها، ونزيد نحسب تاع إيلي أس فتحة الخاصة بثلاثي جليسيريد، ونديروا الجمع نتاعهم. هذا إذا كانوا موجودين في اثنين، بصح إذا كان مثلا دوك حنايا معناها يكون عندنا مزيج، إذا كانوا موجودين في اثنين معناها يكون عندك مزيج من أحماض حرة و المتشكلة على شكل شكون؟ على شكل عفوا خلينا نعاودو نكتبو هذه على شكل شكون؟ أستر، قادر يكون أحادي ثنائي ثلاثي جليسيرين. هذا لما يكون مزيج، بصح يقدر يكون عند فيه غير الأحماض الدهنية الحرة وحدها، أو تكون مثلا ثلاثي جليسيريد وحده، أو يكونوا في اثنين، وهذيك لما يكونوا في اثنين راح نخدموها وحدها. الان راح نخدموهم حاله بحاله، معناها نشوفوا تبعوا معي واش راح درت معكم. خليني نكمل التعريف. قلنا هي عدد المليغرامات من هيدروكسيد البوتاسيوم الكواش اللازمه لتعديل الاحماض الدهنيه الحره و تصبن الاحماض الدهنيه المرتبطه على شكل استر، معناها المتشكل على شكل ثلاثي او ثنائي او احاد، الموجوده في 1 غرام. معناها 1 غرام هنايا إذا كانوا كاين في اثنين معناها 1 غرام راهم يشتركوا فيها الأحماض الدهنية الحرة والمتشكلة، معناها نقسموها عليهم على حسب المعطيات، يقدر مثلا هذا يدي 0.2 غرام وهذا يدي 0.8 غرام، يقدر يدي هذا 0.7 غرام وهذا يدي 0.3 غرام، يقدر هذا يدي 0.5 غرام وهذا يدي 0.5، المهم المجموع نتاع الكتلة يكون وشنو؟ يكون 1 غرام. الموجودة فاش؟ في 1 غرام من المادة الدهنية. تبعوا معي واش راح نقسم لكم الان، هذا هو الشرح الان. انا قسمت لكم على 3 حالات، راح ندير لكم على 3 حالات. واش معناها؟ قلنا احنا عندنا ايلي اس يساوي ايلي ا زائد ايلي اس فتحه. الحاله الاولى لما تكون عندنا عينه، نفرضوا باللي عندنا هنايا هاوليك ندير حوض ندير بيشر، وتكون عينه من الزيت، واش فيها؟ فيها حمض دهني فقط معناها واش معناها؟ ما عدناش المتشكل على شكل ثلاثي جليسيريد. لو نرجع للتعريف في هذه الحاله معناها هذه كاع نحذفها، هذه شوفوا معي هنا و منا و حتى لهنا نحوها، معناها تولي عندك هي عدد المليغرامات من هيدروكسيد البوتاسيوم الكواش اللازمه لتعديل الاحماض الدهنيه الحره الموجوده، معناها هذه ما كانش كامل، معناها هذه كان ما كانش، واش ولات؟ مولاتكم مش قناه الحموضه، تولي نفسها ايلي ا. اذا كي نحبوا نواسو تولي عندك هنا ايلي اس هذه تروح بصفر، معناها تولي عندكم ايلي اس هنا تساوي لكم ايلي ا. وايلي ا خرجناها القانون تاعها لما تكون احماض دهنيه ولا ما خرجناش؟ خرجناه في البدايه، ودوك راح ندرسها، هذه راني نتكلم برك دوك نعاود ندرس حاله بحاله. الحاله الثانيه لما تكون عندكم عينه، يعني احنا نرسم لكم مثلا كاس بيشر في بها ثلاثي جليسيريد فقط، واش معناها؟ معناها ما عدناش الاحماض الدهنيه الحره. لو نرجع للتعريف تولي هنا واش نقولوا؟ كنعودوا نعرفوا، نقولوا هي عدد المليغرامات من هيدروكسيد البوتاسيوم اللازمه لتعديل، ما نقولوش الاحماض الدهنيه، نقولوا اللازمه لتعديل الاحماض الدهنيه المرتبطه على شكل اسر، معناها هذه كامل، هذه كامل نحذفها. هذا شوف هذا نقولوا اللازمه لتعديل
الأحماض الدهنية المرتبطة على شكل أسر الموجودة في 1 جرام. معناها إيلي أوش تساوي لكم هنا؟ تساوي لكم الصفر. شفتوا؟ معناها هنا وتولي عندكم هذا القانون، يولي عندكم هكذا إي لي أس وش تساوي لك؟ تساوي لك إي لي أس فتحة، معناها هذه تروح لكم، هذه تروح بصفر، هذه ما كانش. واضح؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة لما تكون عندكم عينة هاوليك الحوض، فيها وش فيها؟ فيها مزيج من حامض حر أو أحماض حرة ومتشكل على شكل أستر. معناها قادر يكون عندكم عينة، ليكن لديكم مثلا عينة من الزيت بها حمض البالميتيك أسيد جراس و ثلاثي غليسيريد او ثنائي غليسيريد، بصح تكون هنا 1 غرام هذيك بنسب متغيره. من بعد نشرح لكم واش معنى بنسب، لانني راح نختم الحصه نتاعي هذه بتمرين. الان القانون تاعك واش يكون؟ يكون اي لي اس تساوي اي لي ا زائد اي لي اس فتح، وهذا هو القانون الاصلي. الان راح فقط ملاحظه، في مثالنا هذا اخذنا ثلاثي غليسيريد، راح ندير الان راح نتكلم على ثلاثي غليسيريد، بصح تقدر تطبق الحاله لما تكون ثنائي او احادي او ثلاثي بنفس الطريقه. انا راح نتكلم الان على ثلاثي غليسيريد، بصح نقدر نطبقوها على ثنائي ولا ثلاثي احادي بنفس الطريقه. وفي نفس الشرح كي عندنا شرح راح نتكلم لكم في حاله ثنائي وش راح يكون. الان نشوفوا ندرسوا الحاله الاولى، تابعوا معي. الحاله الاولى احنا قلنا عينه، عينه وش فيها؟ لما تكون عندكم عينة هكذا وش فيها؟ فيها حمض دهني فقط، فقط. كي تكون فيها حمض دهني وش معناها؟ معناها ما عندناش ثلاثي غليسيد، معناها الواحد غرام هذه يديها كامل الحمض الدهني. القانون هذا كنت نشوفه فيه قدامي، ما شفناهش مقبل في حالة قناة الحموضة، معناها تولي عندكم غير قناة الحموضة، ما عندكمش ثلاثي غليسيد، معناها تولي عندكم إيلي آس هذه قلنا تروح بصفر. اذا واحد مول من الماده الدهنيه او من الاسيد جراس يقابل لك واحد مول من الكواش. الكتله الموليه تاع اسيد جراس تقابل لك الكتله الموليه تاع الكواش في 10 قوى 3 اكس. هنا اكس، انا كتبت لكم اكس، اكس هنايا تساوي لكم كامل 1 غرام، يديها كامل الحمض الدهني، لانه علاش؟ ما عندناش ثلاثي غليسيريد او ثنائي او احادي. اذا تقابل لك إيلي أ، معناها إيلي أ هنا واش تساوي لكم؟ واش تساوي؟ تساوي لكم 1 غرام في 56 في 10 قوة 3 ونقسمها على الكتلة المولية نتاع الأسيد غراس. هذه هي إيلي أ. معناها إيلي أس هنايا تساوي لك غير إيلي أ، عفوا، لأنه إيلي أس فتحة تروح بصفر. وتساوي لك ماذا؟ وتساوي لك هذه العبارة اللي هي 1 غرام في 56 في 10 قوة 3 ونقسمها على من؟ على الكتلة المولية نتاع أسيد جراس. وهذه نديروها في عبارة في إطار. معناها الآن نعطيكم كمثال كيفاش يجيكم صيغة التمرين. يقول لك مثلا ليكن لديك عينة من الزيت فيها حمض دهني مثلا البالميتيك، ويعطيك الصيغه نتاعو او كذا، ويعطيك كتلة او كتله موليه، يقول لك احسب قرينه التصبن لهذا العينه. انت العينه واش راه عندك؟ عندك غير حمض دهني. اذا الحمض الدهني قرينه التصبن نتاعو هي نفسها قرينه الحموضه، وتساوي هذه العباره. هذه في الحاله الاولى، هذه في الحاله لما تكون عندنا ماذا؟ حمض دهني. شوفوا راني نركز حمض دهني. الان نشوفوا الحاله الثانيه، تبعوا معنا. الحالة الثانية وش فيها؟ فيها غير ثلاثي غليسيريد، نقدر نقول ثلاثي أو ثنائي أو أحادية. معناها ما عدناش حمض دهني حر، معناها كي نجيبو هنا هاوليك الكأس أو العينة وش فيها؟ فيها ثلاثي غليسيريد اللي تشكلت لك على ماذا؟ لتشكل غليسيريد، معناها اللي تشكلت لك على شكل أستر. قادر يكون ثلاثي أو أحادي أو ثنائي، راني نتكلم على ثلاثي لأني درت مثال على ثلاثي. معناها هنا وشنو؟ ما عندناش حمض دهني حر، معناها إيلي أ هنايا تروح تساوي لك صفر، ما
معناها إلي إس تساوي لك إلي إس فتحة. الآن نخرجوا عبارة إلي إس فتحة اللي من قبل كنت تقول وشنو إلي إس فتحة. وش عدنا؟ عدنا وعدنا نكتبوا أول شيء نكتبوا تفاعل تريغليسيريد، هذا عبارة عن تريغليسيريد هكذا؟ عفوا هذا هو عبارة عن تريغليسيريد مع من؟ مع ثلاثة كأواش. لو كان جا ديغليسيريد ثنائي غليسيريد مع من فعله؟ نفعله مع اثنين كأواش. لو كان جا مونو غليسيريد أحادي مع من فعله؟ مع واحد كأواش. شفتوا الفرق؟ وهذه اللي خطأت بزاف تلاميذ العام اللي فات في البكالوريا 2020 في الموضوع الأول أو الثاني. بزاف تلاميذ والفوا يحفظوا القوانين ما يخرجوهمش، يكتب لك إلي أس تساوي لك ثلاثة في كذا، ومن بعد ثلاثة هذيك لمن؟ تاع ثلاثي ولا ثنائي ولا أحادي؟ تاع ثلاثي. علاش؟ لأننا فعلنا هنا ثلاثة. لو يكون ثنائي واش نديرو؟ نديرو اثنين، وهذا هو الخطأ، وهذا هما ما داروش اثنين، كتبوا ثلاثة وراح لهم الحسابات. إذا نكتب المعادلة كما راهي مكتوبة، يعطي لك أملاح الصابون زائد ماذا؟ زائد الجليسيرول. إذا واحد مول من الكاواش من الثلاثي جليسيريد، شحال تعطي لك من الكاواش؟ أعطت لي ثلاثة مول، لأنه هنا مضروبة في ثلاثة من الكاواش. الكتلة المولية تاع التريغليسيريد شحال تعطي لك من الكاواش؟ تعطي لك ثلاثة في الكتلة المولية مضروبة في 10 قوة ثلاثة. علاش؟ لأننا حولنا الميليغرام، أول حولنا الجرام إلى الميليغرام. وعدنا إيكراك جرام، هنا إيكراك جرام بما أنه ما عدناش حمض دهني حر. إذا معناها هنا واش عندك؟ إيكراك تساوي لك شحال؟ واحد جرام، يديها كامل. وشكون؟ ثلاثي جليسيريد أو ثنائي. لو قلنا لجت لو كان عندنا هنا دي جليسيريد نديروها اثنين، لو كان أحادي نديرو واحد مول. خلاص معناها إلي أس فتحة وش تساوي لك؟ تساوي لك إيكراك هنا تساوي لك واحد جرام، معناها واحد في ثلاثة في ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة، ونقسمه على الكتلة المولية تاع التريغليسيريد. راني نخدم بصفة عامة، مرة أخرى في الامتحان يكون عندكم الكتلة المولية تاع التريغليسيريد، معناها تولي عندكم واحد جرام في ثلاثة في ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة، ونقسمه على الكتلة المولية تاع التريغليسيريد. إذا لو نرجع القانون الأصلي إلي أس نتاعنا واش تساوي لك؟ قلنا تساوي لك إلي أ زائد إلي أس فتحة، قلنا هذه تروح بصفر لأنه ما عدناش حمض دهني حر، وتساوي لك ماذا؟ تساوي لك العبارة هذه اللي لقيناها، تساوي لك ثلاثة في ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة، ونقسمه على الكتلة المولية نتاع تريغليسيريد. لو جا عندنا ثنائي جليسيريد، خلينا نكتب هذه في إطار ومن بعد نتكلم. هاي شوفوا معايا، لو حالة جليسيريد معناها في بلاس ثلاثة واش تولي؟ تولي عندك اثنين، معناها تولي عندك إلي أس تسوي لك اثنين في ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة، ونقسمه على من؟ على الكتلة المولية تاع دي جليسيريد. شفتوا؟ هذه حالة دي جليسيريد. حالة مونو جليسيريد ما عندكش اثنين، تولي نكتبها بلون أخضر، تولي عندك إي لي أس، هذه فتحة فتحة أو إي لي أس بصفة عامة، واش تساوي لك؟ تساوي لك ستة وخمسين ما كانش، معناها تولي عندك واحد في عشرة قوة ثلاثة، ونقسمه على الكتلة المولية نتاع من؟ نتاع مونو جليسيريد. مونو جليسيريد، شفتوا الفرق؟ هذه حالة أحادي جليسيريد، هذه ثنائي، وهذه تري جليسيريد. واضح؟ هذه لما يكون عندنا الحالة الثانية. أيا نشوفوا الحالة الثالثة اللي بزاف تلاميذ ما يعرفولهاش. الحالة الثالثة اللي هي صعيبة عليكم بزاف. الحالة الثالثة. الحالة الثالثة وش معناها؟ معناها عندك عينة وش فيها؟ فيها الحامض الدهني الحر و المتشكل على شكل شكون؟ أستر. قادر يكون أحادي أو ثنائي أو ثلاثي جليسيريد. ثلاثي، واضح؟ الآن معناها راح نخرجوا عبارة إلي أ ونخرجوا إلي أس فتحة ونجمعهم مع بعضهم. فقط ملاحظة هنا حبيت نتكلم، قلنا الموجودة في واحد جرام معناها واحد جرام
راهم يشتركوا فيها ايلي ا وايلي اس فتحه، معناها ما يديه كي نعدو نخدموا دوك القوانين ما نديروش واحد غرام وانما نخلوها باكس وايكراك، وهذيك لما يعطيها لك على شكل نسب يقول لك مثلا ليكون لديك عينه. شوفوا اسمعوا لي مليح واش نقولها، اسمعوا لي مليح، نعطيها لكم الان بالكتل ومن بعد كي لما تكون بالنسب نخدموها ماشي مشكل، نعطيها لكم في الاخير بالنسب. مثلا يقول لك ليتكون لديك عينه، شوفوا نكتبها هنا، هاي لك عينه فيها حمض مثلا 0.2 غرام من حمض مثلا البالميتيك ولا حمض دهني حر مثلا ما يهمنيش دهني، و شحال بقات لك الباقيه 0.8 غرام منين؟ من مثلا ثلاثي جليسيريد. هنا كي نكونوا نخدموا ما نديروش واحد غرام تقابلها لك ايلي ا والله واحد غرام تقابلها لك ايلي اس فتحه، وانما نديروا هذه الكتله اللي عطاها لك، لانه المجموع نتاعهم شحال يساوي لك؟ يساوي لك واحد غرام. 0.2 زائد 0.8 كم تساوي؟ تساوي لك واحد غرام. واضح؟ اي الان نخرجوا في البدايه لازم نخرجوا ايلي ا عباره ايلي ا ونخرجوا عباره ايلي اس ونجمعهم مع بعضها ونحطوها ايلي اس فتحه ونجمعهم. الان وش عندك؟ هيا روحوا تبى نفتح، عفوا نفتح صفحه جديده اخي، نفتح صفحه جديده. الان شوفوا معي نخرجوا عباره ايلي ا، معناها وش عندك؟ عندك نكتب، ما نكتبش معادله، نكتب مباشره اسيد جراس زائد ماذا؟ زائد الكاواش، واش تعطي لك؟ تعطي لك ملح زائد ماء. معناها واحد مول من اسيد جراس شحال تعطيك من الكاواش؟ واحد مول من الكاواش. راكم معايا؟ معناها الكتله الموليه تاع اسيد جراس شحال تعطي لك؟ تعطي لك الكتله الموليه نتاع من؟ نتاع الكاواش، نحولوها لمليغرام نضربوا في 10 قوة 3. معنى هذوك الآن ما نديروش 1 غرام وإنما نديروا إكس غرام، معناها إكس غرام هذيك من بعد نحسبوها على حساب المعطيات اللي يعطيها لك، ماهيشي 1 غرام. راني نعاود ونكرر، ماهيشي 1 غرام. شحال تعطي لك؟ تعطي لك إيلي أ نتاعك. الآن إيلي أ في هذه الحالة واش تساوي لك؟ معناها تساوي لك اكس غرام في 56 في 10 قوة 3، 10 نقسموها على من؟ خلينا نعاود نكتب 10 مليح، ايوا 10 قوة 3 نقسموها على الكتلة المولية نتاع اسيد جراس. خرجنا العبارة ولا ما خرجناهاش؟ هانا خرجناها. الآن نعطيكم مثال، أو خلينا نكتبوا في المثال في البداية باش نخرجوا اكس غرام واكراك غرام لما تكون في حاله ايلي ا وايلي اس فتحه. نفرضوا عينه ايوا فيها مثلا، دوك نعطيكم بالنسبه، بالنسبه باش تخرجوها. مثلا يقول لك حمض دهني في هذه العينه اكراك، عينه بصفه عامه هو العينه تاع الزيت، فيها حوالي 80% ثلاثي جليسيريد، اسمعوني مليحه، وفيها 20% حمض دهني حر. معناها النسبة 20% لازم نحسبوا شحال نلقاو من غرام فيها الحمض الدهني حر، ونحسبوا شحال نلقاو 80% بثلاثي جليسيريد. حنا بما أننا رانا في إيلي أ، دوك لازم نحسب إس إكس إلى إكراك. حنا نعرفوا باللي واحد غرام، تبع ما هي مليحة، واش تعطي له؟ تقابلها لك 100%، هذه تاع العينة كامل. الآن إكس غرام هذه تقابلها لك شحال موجودة فاش؟ في 20% تاع الحمض الدهني. الآن هذه كي نحسبوها شحال نلقاو إكس؟ إكس هنا راح نلقاوها 0.2 غرام. علاش؟ 20 في 21 نقسموها على 100 نلقاو 0.2 غرام. معناها في بلاصة إكس هنا واش نديرو؟ نديرو 0.2 غرام. هذا مثال فقط. هذا مثال، قادرة ما تكونش 0.2. معناها راني وريت لكم كيفاش تحسبوا، بينت لكم كيفاش تحسبوا بالنسب. الآن نشوفوا الحالة الثانية. لما تكون نحسبوا ايلي اس نخرجوا عباره ايلي اس ونجمعوهم مع بعض، ايلي اس فتحه ونجمعوهم، وقلنا ايلي اس فتحه ثلاثي جليسيريد عنده 80%. الان معناها نخرجوا العباره، عندك تري جليسيريد زائد ماذا؟ زائد 3 كاواش تعطي لك ملح صابون زائد ماذا؟ زائد ماء، ثلاث جزيئات ماء،
3 مول من الماء، معناها 1 مول متري جليسيريد تعطي لك 3 مول منين من الكاواش. معايا مانيش نسرع ياك، راني نعاود راني نشرح ونعاود. كاين اللي قال لي الشيخ الفيديو تاعك راه طويل، بصح انا بطبعي لازم التلميذ لازم كي يكمل الفيديو يكون فاهمه، اذا ما كانش فاهمه ما عنده ولا دور هذا الفيديو. نديروا الكتله الموليه تاع تري جليسيريد تقابلها لك شنو 3 في الكتله الموليه اللي هي 56 في 10 قوه 3، يعني حولت المليغرام. والان ما نديروش اكس غرام، نديروا اي جراك غرام. واش تقابلها لك اي لي اس فتح. الان يستلزم لك اي لي اس فتحه، واش تساوي لك؟ تساوي لك اي جراك غرام في 3 في 56 في 10 قوه 3، ونقسمه على من؟ على الكتله الموليه نتاع تري جليسيريد. هذه هي عباره اي لي اس فتحه، هذه هي عباره وشنو سنسقمه هنا 3. كاين اللي راه ما يسمعش الكلام، يتبع غير الهضره، يتبع الكتبه فقط، ومن بعد يقول لك شنو هذيك 3 ولا واش. خلاص هذه الان نحسبوا ايكراك غرام، قلنا لما تكون 80% منين؟ من ثلاثي الجليسيريد تريغليسيريد. معناها واش نديروا؟ 1 غرام بنفس الطريقه تقابل لك 100%، ايكراك غرام شحال تقابل لك؟ 80%. الان كي تحسبوها ايكراك شحال تلقاها؟ ايكراك شحال تلقاها؟ تلقاها 0.8 غرام. الان مقبل 0.2 وهذه 0.8، المجموع نتاعهم 0.2 زائد 0.8 يساوي 1 غرام ولا ما يساويهاش؟ يساويها. شفتوا؟ الان العباره اللي خرجناها اي لي اس فتحه هي هذه، معناها في بلاصه ايكراك نديروا 0.8. خلاص؟ الان نكتبوا العباره النهائيه نتاع اي لي اس في هذه الحاله. معناها اي لي اس واش قلنا؟ تساوي لك اي لي ا زائد اي لي اس فتحه. وهذه واش تساوي لك؟ اي لي لقيناها ولا ما لقيناش؟ هذه لما تكون عينه فيها مزيج لقيناها، هي قلنا هي 56 عفوا عفوا نكتبوا اي قبل، قلنا اي غرام عفوا اكس غرام، اكس غرام. وراكم فاهمين واش معنى اكس غرام؟ راني يعني تكلمت عليها واش معنى اكس غرام، هكذا اكس غرام في 56 في 10 قوة 3 نقسمه على كتلة المولية تاع أسيد غراس زائد إلي إس فتحة. واش قلنا؟ هي قلنا هي إيكراك غرام، معناها لازم نحسبه في 3 في 56 في 10 قوة 3 نقسمه على الكتلة المولية تاع تري جليسيريد. هذه الحالة لما تكون هذه كامل دوك، الان خلينا نديرها في اطار ومن بعد نتكلم. هاي لك وهذه هي الوان تاعكم هي الزائد، هذه ايكراك غرام واكس غرام، قلنا اكس غرام زائد ايكراك غرام المجموع نتاعهم يساوي لك 1 غرام، هذه لازم تكونوا تعرفوها. ملاحظه اخرى، اذا كان هنا ثنائي جليسيريد تولي عندكم هنا 2 في بلاصه 3، راح نشوف نكتبها 3 بلون مغاير، معناها تتغير. اذا كانت ثنائي جليسيريد تولي هنا 2، اذا كانت احاد جليسيريد تولي لكم هنا في بلاصه 3 تولي 1. قلنا دي جليسيريد تولي 2، احاد جليسيريد تولي 1. قلنا اذا كان هذه العينه فيها غير الحمض الدهني تولي هذه تروح لكم صفر، تولي لكم غير هذه، واكس واش تولي؟ تولي 1 غرام كامل. إذا كان هذه العينة فيها غير ثنائي أو ثلاثي جليسيريد تولي إكس، هذه إي لي أ تساوي صفر، وإيكراك غرام تولي لكم 1 غرام. راكم تسمعوا شنو نتكلم. إذا كان فيه مزيج تولي هنا إكس غرام وإيكراك غرام ما يولوش 1-1، وإنما تولي على حسب المعطيات اللي عطاهم لك في التمرين. الآن شوفوا هذا المثال، لما راح نتكلم لكم مثال عينة فيها ثنائي جليسيريد فقط، ثنائي معناها ما فيهاش حمض دهني حر. واش معناها؟ معناها إي لي أ تروح بصفر. نخرجوا اي لي اس، هذه الهدف تاعو باش نشوفوا اي لي اس واش تكون برك. نفس الشيء نكتب المعادله نتاع ثنائي جليسيريد زائد واش تعطيكم هنا 2 ماشي 3، 1 مول تقابل لك 2 مول كاواش، الكتله الموليه تاعك دي جليسيريد تقابل لك 2 في الكتله الموليه تاع الكاواش في 10 قوه 3، 1 غرام بما انه اي لي ا تساوي صفر معناها ايكراك هذيك او اكس كامل يديها 1 غرام تقابل لك اي لي اس فتحه. اذا اي لي اس فتحة واش تساوي لك؟ تساوي لك 1 غرام في 2
في 56 في 10 قوة 3 ونقسمه على من؟ نقسمه على الكتلة المولية نتاع الدي جليسيريد. واضح؟ لو كان جا مثلا عينة فيها غير أحادي جليسيريد، ها راح نزيد أحادي معناها مونو جليسيريد زائد ماذا؟ زائد كراش واحد برك، ما كانش ثوني اثنين ولا ثلاثة، خلاص مونو جليسيريد. معناها واش نديرو القانون؟ واحد مول تقابل لك واحد مول الكتلة المولية نتاع الكواش، الكتلة المولية تاع مونو جليسيريد تقابل لك وشنو؟ الكتلة المولية نتاع من؟ نتاع الكواش في 10 قوة 3. نزيدو نملو، معناها الآن 1 غرام هي ما فيهاش الحمض الدهني تقابل لك إيلي إس فتحة، إذا يستلزم لك أنه إيلي إس فتحة واش تساوي لك؟ تساوي لك 1 غرام في 56 في 10 قوة 3 ونقسمه على من؟ على الكتلة المولية نتاع من؟ نتاع المونو جليسيريد. هذه هي إيلي إس فتحة. وهو مش مشكل لما تكون مثلا عينة فيها غير حمض دهني حر أو فيها ثلاثي جليسيت أو ثنائي، المشكل لما تكون مزيج مزيج، وراح نختم لكم وقلت لكم بها بتمرين. واضح؟ الآن قارينة الأستر. قارينة الأستر مش حاجة صعبة، هي عدد الميليغرامات من شوف كي نحسبوا قارنة الأستر جينا بعد ما نحسبوا قارنة الحموضة وقارنة التصبل لأنهم عندهم علاقة بها. هي عدد المليغرامات من هيدروكسيد بوتاسيوم اللازمة لتصبغ الأحماض الدهنية المرتبطة على شكل أستر في 1 غرام من المادة الدهنية، وتعطى بالعلاقة التالية إيلي أو تساوي لك إيلي إس ناقص إيلي أ. هذه العلاقة نتاعها، إيلي أو تساوي لك إيلي إس ناقص إيلي أ. حسبنا إيلي أ، حسبنا إيلي إس، واضح نقدر نحسبوا إيلي أو. كاين حالة، ها هنا تدرس على حالتين، عندنا حالة رقم 1 والحالة رقم 2. لما تكون إيلي أ تساوي صفر، في هذه الحالة إيلي أ تساوي صفر، معناها إيلي أوش تساوي لك؟ تساوي لك إيلي إس. حسبتها مقبل إيلي إس ولا ما حسبتهاش؟ حسبتها، إذا تعوضها مباشرة. الحالة الثانية لما تكون إيلي أ نلقاوها تساوي لك إيلي إس، كي تكون إيلي أ تساوي إيلي إس معناها تساوي لك إيلي أو تساوي لكم الصفر، تولي معدومة. هذه حالة خاصة لما تكون إيلي أ تساوي إيلي إس. ومتى تكون إيلي أ تساوي إيلي إس؟ تساوي لكم إيلي أ تساوي لكم إيلي إس لما تكون العينة فيها غير حمض دهني حر، معناها تولي عندكم قارنة الحموضة هي قارنة نفسها قارنة التصبن، معناها ما عندناش اللي متشكل على شكل ثلاثي أو ثنائي أو أحادي جليسيريد، معناها العينة فيها غير حمض دهني حر، تصبح إيلي أ تساوي إيلي إس. وفي هذه الحالة يعني عندكم إيلي أو وش تساوي لكم؟ الصفر معدوم. شفتوا شحال قارنة الأستر سهلة؟ نفس الشيء قارنة اليود. قارنة اليود الهدف تاعها وهو معرفة عدد الروابط الموجودة في ثلاثي أو ثنائي أو في حمض دهني. فقط كاين ملاحظة في التعريف، كنا نقول عدد الميليغرامات، بصح في قارنة اليود نقول عدد الجرامات اليود اللازمة لتشبع الروابط المضاعفة الموجودة في فاش؟ في 100 جرام. كنا نقول موجودة في 1 جرام، دوك الآن لا، موجودة في 1 جرام. معناها الآن راح ندرسكم مثال، لما يكون حالة ثنائي جليسيريد 1 مول من دي جليسيريد تقابل لك 2 مول من اي، وهذه 2 احنا نورمالمون في الاصل ما كان يكون بصفه عامه ما نقولوش 2 نقولوا لها 100. 100 هذه، 100 هذه هي عدد الروابط المضاعفه، عدد الروابط المضاعفه مجهوله، لو كان نكتب القانون بصفه عامه نكتبها ب 100 ما نكتبهاش ب 2 ولا 3 ولا 4. معناها 1 مول تقابل لك، قلنا 2 مول، واحد مول من واحد الكتلة المولية من الديجليسيريد تقابل لك 2 في الكتلة المولية من اليود، ونعرفوا من اليود شحال الكتلة المولية تاعو؟ 254، لأنه إي فقط تساوي لك 127، 127 في 2 254 غرام على المول. الموجودة في 100 غرام من المادة الدهنية تقابل لك شنو؟ إي لي إي. إذا إي لي إي في هذه الحالة إي لي إي وش يساوي لك؟ وسهلة، إي لي إي تساوي لك 100 في 2، هنا في هذه الحالة عندنا 2 في المولية تاع اليود اللي هي 254 نقسمه على الكتلة المولية، هذه لازم تحسبها تاع الديجري، هو عطى لك الصيغة نتاعو، معناها تحسبها تكون حاسبها وتعلموا. كاين بزاف تلاميذ راهم يخطئوا، راني شفت الأستاذ أبو طالب إسماعيل قال لك أغلب التلاميذ راهم يخطئوا، عفوا نقولوا طلبة ماشي تلاميذ، عفوا، أغلب الطلبة راهم يخطئوا في حساب الكتلة المولية تاع الحمض الدهني والله تاع ثلاثي جليسيد أو ثنائي أو الأحادي، لذلك لازم تتأكدوا من الحساب نتاع الحمض أو الكتلة المولية تاع الحمض الدهني أو
ثلاثي جليسيد او ثنائي جليسيد. الان شوفوا قناه اليود نحسن انك نعطيها عامه الي اي واش تساوي، تابعوا معايا، تساوي لكم 100 في راح تبقى بلون مغاير 100 هكذا في الكتله الموليه نتاع اليود اللي هي 254 نقسموها على الكتله الموليه، يا اما دوك بين قوسين ديرها يا اما نتاع اسيد غراس او هكذا ديرها فاصله او تري جليسيريد او دي جليسيريد او مونو جليسيريد، معناها يقدر يكون اي واحد منهم. ها اللي كتبتها هذه 100 واش قلنا هي عدد الروابط المضاعفة، عدد الروابط المضاعفة هذه 100 بصفة عامة. خلاص واضح؟ واضح الدرس ولا مشي واضح؟ قارية اليود مشي حاجة صعيبة والهدف تاعها معرفة عدد الروابط المضاعفة. قارية الحموضة لما تكون، هاي نديرو ملخص هنا، هاي نفتح صفحة، قلنا الحموضة إلي أه هي لما تكون حامض دهني حر فقط 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 هكذا. إلي أس عندها ثلاث حالات، قادر يكون فيها حامض دهني حر فقط، قادر يكون فيها مثلا ثلاثي، في هذه الحالة نديرو ثلاثي أو ثنائي أو أحادي جليسيريد فقط، معناها ما فيهاش حمض دهني حر، أو الحالة الثالثة فيها حمض دهني حر و ثلاثي كمثال جليسيريد جليسيريد معناها حمض دهني و خلاص. ورانا شفنا درسنا الحالة الأولى ودرسنا الحالة الثانية ودرسنا الحالة الثالثة. أما إيلي أ عفوا إيلي إي هنا الهدف تاعها وهو معرفة الروابط المضاعفة، معرفة الروابط المضاعفة هو المشكل عندكم في الدرس هذا كامل. لما تكون عندكم هذه الحالة الثانية عفوا الحالة الثالثة لما يكون عندك مزيج. باش نسهل لكم الأمر راح نختم لكم الآن بتمرين. التمرين هذا درته أنا في اختبار الفصل الأول وراني حليته معكم في القناة وعاودوا أنتم حلوه. واضح؟ نتاع النسب. خلاص؟ شوفوا اللي ما فهمش اليوم هذا الدرس من اليوم ما تجيش تقدم ولا درس، لأنني بسطت قد ما نقدر. اللي ما فهمش من اليوم ما تجيش تقدم ولا درس في القناة. ولا درس. نقرأ عليكم الآن نص التمرين. نص التمرين وش يقول؟ لديك جليسيريد ثلاثي الرمز تاعو اكس، يتكون من ثلاث احماض دهنيه A B C، بحيث تفاعل المركب A مع الايثانول وبوجود حمض الكبريت ينتج المركب D، معناه فعلنا الحمض الدهني مع الايثانول هذا التفاعل اسر يعطيك اسر دهني. كتلته الموليه هي كذا 256 جرام على المول. وماء، علما ان المركب A لا يتفاعل مع اليود. وش معناها لا يتفاعل مع اليود؟ معناها مشبع ما عندوش روابط مضاعفه. المركب ب قرينة حموضته هي، شفتوا قراءة التمرين؟ كتعود تقرارك تحلل وحدك. المركب ب قرينة حموضته هي إيلي آ تساوي ورمزه سي آن واحد، معناها عنده رابطة مضاعفة في الموقع 9، معناها هذا غير مشبع. تعديل كتلة 2.304 من المركب سي المشبع ب 15 ملم من أنواش تركيزه كذا. ألف، جد الصيغ النصف مفصل لمركبات آ بي سي، نقدر نوجدوا حتى دية تقدر توجدوه وجدو. اكتب ناتج تفاعل المركب ب مع الكامانوكات وحمض الكبريت، معناها اكسدة. اكتب الصيغة المحتملة لثلاثي جليسيريد بما انه يحتوي على ثلاث روابط مضاعفة، من ثلاث احماض دهنية مختلفة، ما هي الصيغ المحتملة؟ يخطأ لي واحد نوري له. هاني نقولها لكم، وابعثوا لي الإجابة، ابعثوا لي كم الإجابة، ما تروحوا تشوفوش الحل تاعو، خدموه وابعثوا لي. ويخطأ لي واحد يكتب لي صيغة ماهيش مطلوبة ونتفاهم معاه. هاي نحلف فيكم منظرك. ثانيا
لتكن لديك عين. هذا هو المهم، هذا هو المهم مليح في التمرين هذا. لتكن لديك عين إيكراك بها 70% من ثلاثي جليسيريد إكس، بعد ما توجد إكس وكذا فيها 70%، و 30% من حمض دهني أ. المطلوب احسب قيمة أو جد قيمة قارينة التصبن إلي أس للعينة إيكراك، خدموها. ويخطأ واحد، متفاهم معكم. أعطاكم المعطيات هذه، الحل يرسل على الإيميل الخاص بي، هذا بسرعة بخدموه وبعثوا لي. ما كاش واحد يروح يطلع الحل. إن شاء الله يكون الدرس هذا وصل. ولو كان واحد يقول لي ما فهمتوش، ومن اليوم واحد يقول لي ما فهمتش القرائن، نقول لكم حاجة، ما نزيد ندير ولا درس مستقبلا، هكذا ما نزيد ندير ولا درس مستقبلا على القناة، ونعتزل ونغلقها القناة هذه، خاطرش ما كاش تبسيط أكثر من هذا الشيء. ما تنسوناش بالدعاء، ودعوا لزميلكم اللي راهو غايب، راهو مريض، قالوا لي راه مريض زميلكم راهو مريض، ادعوا له بالشفاء، ودعوا لكل مريض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.